لكن بطولات النادي الاهلي يا اسامه واضح ان هي بتزعل البعض، والاستقرار الفني للنادي الاهلي واضح ان هو بيزعل البعض. كابتن مدحت شلبي ببساطه او باختصار اراء كابتن مدحت شلبي احيانا، مش احيانا، غالبا مع النادي الاهلي بتكون لها اسطمبه. يعني انت مش محتاج تقيم فكره، انت كمشجع اهلاوي عندك تحفظات على موسيماني، شايف موسيماني النهارده كويس، اختلافك النسبي ده ملوش علاقه براي كابتن مدحت شلبي، لان اللي عاصر فتره مستر مانويل جوزيه هيفتكر كويس قوي ان كابتن مدحت شلبي ما كانش بيسيب فرصه يقدر يهاجم فيها مستر مانويل. يا احمد اكيد فاكر، اكيد فاكر، وفاكر تصرفات مستر مانويل معهم كانت بتبقى ازاي. وموسيماني اهدأ كثيرا، ولكن دي عاده مدحت شلبي، دايما الهجوم على النادي الاهلي وعلى المدرب او المدير الفني النادي الاهلي وادارات النادي الاهلي. يمكن كابتن مدحت شلبي عنده فتره واحده بس كان في نوع من السلام الغير معلن مع النادي الاهلي، كنا عارفين اسبابها كويس، وبانتفاء الاسباب عادت ريما لعادتها القديم. نطلع ونشوف كابتن مدحت شلبي كان بيقول ايه على موسيماني قبل مباراه هامه زي دي كان مفترض نلاقي فيها كلام تاني خالص. نطلع ونشوف الفيديو. قال مباراه صعبه، اول مره الاهلي لعب هنا وانا مدرب سان داونز، خسر ثم تعادل ولا نعلم ابدا ماذا سوف يحدث لنا. ده كلام يا موسيماني، يعني ده كلام يا جماعه، هل انتم موافقين على هذه التصريحات؟ يعني لما يقول لك اول مره الاهلي لعب هنا وتاني مره تعادل واحنا مش عارفين المره دي هيحصل ايه، ده كلام ما يتقالش، لانه الكلام ده زي ما انا بقراه دلوقتي اللعيبه بتقراه، ولما اللعيبه تقرا ان المدير الفني بتاعهم بيقول اول مره اتغلبت وتاني مرة اتعادلت ومش عارف اللي جاي ايه، ده بيصدر نوع من انواع الاحباط النفسي، ولازم يبقى عندنا لغة النفسية، اللغة النفسية، ازاي تخاطب نفسيات اللاعبين، ازاي. طب انا في الموقف ده اقول ايه؟ اقول بمنتهى البساطة لو انا بصرح انا كسبت يا جماعة في القاهرة 2-0 وانا جاي هنا عشان اكسب بهذه النتيجة على الاقل، وانا عارف انا هعمل ايه وكذا وكذا وكذا. يعني اعتقد انك انت ما قريتش اي حاجه عن السي في بتاع موسيماني. موسيماني شخص يجيد الحروب بالنفسيه، ولما موسيماني النادي الاهلي فكر فيه كان عندنا تجربه في مباراه الخساره بالخمسه، كان قبلها بيقول ان انا لو هحط السي في بتاعي قدام اي حاجه تخص النادي الاهلي هحطه تحت الترابيزه، لان ده مدرب كان بيعمل ايه؟ تنويم مغناطيسي للفريق، وجاء انقض على الاهلي بخماسيه. قبل المباراة عشان أدللك أن أنت منعزل عن الصورة تماما، قبل المباراة دار صراع بعد المباراة الذهاب ما بين مدرب سان داونز وموسيماني. مدرب سان داونز قال أنا كنت متوقع الأهلي هيلعب كرة مختلفة، بغت موسيماني يا أسامة وقال له بس الكرة اللي قدمها سان داونز ما فيهاش الفاعلية اللي كانت معايا، أصبحت كرة بتعتمد على الشو والاستعراض فقط. هنا مدرب بيحاربك نفسيا، مدرب عارف لما يروح. النهارده قال لمدرب سان داونز في المؤتمر ان انت كنت بتسن السكين على النادي الاهلي، وعشان كده نيجي لما نقيم موسيماني قال كده ونشوف الاهلي وصل لايه وانت وصلت لايه، هنلاقي النادي الاهلي استقبل هدف واحد بس وانت استقبلت ثلاثه. ده موسيماني، دي موسيماني الحرب النفسيه اللي بيخوضها، اللي اعتقد انت اتكلمت بشكل مختلف لانك مش قاريها. وفي حاجه مهمه جدا، الاعتقاد بان موسيماني بيقول للاعب نفس الكلام اللي بيقوله في المؤتمر الصحفي واللي بيروجه للإعلام أو بيصدره للمنافس، ده شيء مضحك جدا، لأن كلام موسيماني في المحاضرات مع اللاعبين كان عكس اللي أنت بتقوله تماما، ولكن أنت تعاملت بنفس عقلية مدرب سان داونز اللي هو خد الأمور بشكل بلاش نقول سطحي إنما من على الوش، فعشان كده ما قدرش يوصل للنتيجة ولا يفهم موسيماني قصده إيه. هي المشكلة مش كده بس يا فارس، المشكلة ان كمان التصريحات اللي روجها الكابتن مدحت شلبي تصريحات فيها نوع من انواع التحريف، لان بيتسو موسيماني قال اتمنى احقق الفوز هذه المرة، وزي ما فارس قال دي حرب نفسية، واعتقد مع بيتسو موسيماني فاكرين الحرب النفسية اللي في 2016 لما اتكلم عن نادي الزمالك وجاي لاعب نادي الزمالك في النهائي فاز 3-0 في جنوب افريقيا وجاء خد اللقب من القاهرة او من قلب مصر، فاعتقد دي مواضيع
تصريحات نفسية، بس الكابتن مدحت شلبي لا فارق معاه فكرة التصريحات النفسية، ولا زي ما فارس قال ان مش دي التصريحات اللي بتتقال للاعبين، ولا ده التحضير النفسي اللي بيكون مع اللاعبين. هي الفكرة كلها ان انا محاولة اصطياد ولا اعتماد على بعض من جماهير النادي الاهلي اللي ممكن تكون غاضبة من شكل الاداء فيبدأ يصطاد في هذه المرحلة. لكن سنارتك دايما يا كابتن مدحت هتطلع فاضية، ومش كده وبس، ده كمان الكابتن مدحت شلبي بيقول كلام اخر عن بيتسو موسيماني في فكره الاجهاد والاصابات. اعتقد كمان الكابتن مدحت شلبي مش متابع النادي الاهلي بشكل جيد. نطلع نشوف كلامه عن بيتسو موسيماني او حجج بيتسو موسيماني من وجهه نظر الكابتن مدحت شلبي، ونرجع نعقب. ما ينفعش الكابتن موسيماني كل مباراه يطلع يقول لنا ضغط المباريات، ما ينفعش، لانه جاب لنا ضغط، جاب لنا ضغط، وهذا امر لا يليق على الاطلاق. بدل بقى ما اطلع كل مؤتمر صحفي اقول اصل وفصل وفلان اصله مصاب وفلان عيان وفلان جاله مش عارف ايه، لا، ده انت النادي الاهلي، ده انت عندك 30 واحد مقيد واخدت خمسة عليهم، بقى 35 لاعب مقيد. سلامتك من الضغط يا كابتن مدحت. بيزعل علينا الف سلامة من الضغط يا كابتن مدحت. النادي الاهلي يا كابتن مدحت او بيتسو موسيماني تقريبا فريق الاعداد بينقل لك تصريحات مختلفة. وبيتسو موسيماني يا فارس اعتقد اللي بيتقال عليه حجة الاجهاد وحجة الضغط وحجة الاصابات عندنا رد اصلا من بيتسو موسيماني نفسه على كابتن مدحت. طب وانا ارد ليه وانت ترد ليه؟ ما نخلي مستر بيتسو موسيماني يرد عشان نسمع المدرب اللي بيتحجج كان فعلا بيقول ايه، لان عمره ما اتحجج. نطلع ونسمع الفيديو. Okay. And we asked him if does he want to move. We can put وسأله تحب تغير مكانك في الملعب بدل مع سولاي تلعب ديفندر وسولاي يرجع ورا يلعب سنتر باك؟ قال له لا انا هكمل. It's the load. هو حمل طبعا ماتشات. You will have injuries. ما حمل ماتشات لازم. But we should not talk about injuries tonight because we lost. بس مش هتكلم عن الاصابات النهارده عشان خسرنا. We won against Zamalek with many players out injured. احنا كسبنا قدام الزمالك وكان في غيابات كتيره جدا بسبب الاصابات وما اتكلمناش عن الاصابات. النهارده مش هاخد اعذار عشان خسرت اقول الاصابات. I'm not gonna make those excuses. مش هاخد اعذار. We have to play and see how it goes. We lost the match and we should accept the defeat. احنا بنفضل نكمل ونلعب برغم الاصابات، احنا خسرنا المباراه ولازم نقبل الهزيمه. لن اقول الاعذار عن الخساره. الواقع أننا خسرنا المباراة وعلينا أن نتعامل مع ذلك. ده تصريح بيتسو موسيماني بيقول لكابتن مدحت شلبي وفريق إعداد كابتن مدحت شلبي أنه هو ما بيقولش أعذار. على فكرة بيتسو موسيماني تختلف تتفق معاه، ده شيء فني، ولكن حتى لما تختلف قول السبب موضوعي وانتقده عشان هو يستفيد وإحنا نستفيد والنادي الأهلي يستفيد، وضغطك ما يرتفعش يا كابتن مدحت لأن ضغطنا إحنا اللي ارتفع والله.